كلنا سمعنا بالمافيا، معظمنا يمكن شاف أفلام عن المافيات الإيطالية والروسية وغيرها، لكن يمكن قليل منا يلي سمع بمصطلح دولة المافيا. جديدة هاي، لا تقولولي. الدولة يلي بتشارك فيها الحكومة أو مسؤولين فيها بالجريمة المنظمة مثل تجارة المخدرات وتجارة البشر والأعضاء وغيرها، هي ممكن نسميها دولة المافيا. وأول مرة تم استخدام هالمصطلح كان على إيد المنشق عن المخابرات الروسية إلكساندر ليتفينينكو، واستخدمه لحتى يوصف نظام بوتين. ليتفينينكو تم اغتياله على إيد المخابرات الروسية ببريطانيا عام 2006 بعد تسميمه بمادة البولونيوم المشع. أوف، شو هالدولة اللي بتقتل بالمواد المشعة؟ ايه مثل الدولة اللي بتقتل بالكيماوي. بعدين نسيتوا؟ هي مو دولة، هي مافيا. دول المافيا بالعالم كتيرة، لكن اليوم رح نحكي عن دولة محددة، دولة كوريا الشمالية الشقيقة، دولة الغالي كيم جونغ أون. كوريا الشمالية هي واحدة من أكثر الدول اللي بتم تصنيفها على أنها بتنتج المخدرات وبتتاجر فيها تحت رعاية الدولة، ودائما كانت المخدرات وسيلة لكسب العملة الأجنبية. وأثناء حكم الجد الخالد كيم إيل سونغ أنشأت كوريا الشمالية نظام متكامل لإنتاج الهيروين. بعام 1976 بلشت كوريا الشمالية تزرع الخشخاش، وبعد استخراج الأفيون من الخشخاش وتكرير الأفيون الخام لهيروين كان يتم البيع في الخارج من قبل الدبلوماسية حتى تقدر السفارات تشتغل وتأمن مصدر دخل من عرق جبينة. عام 1991 شكل انهيار الاتحاد السوفيتي ضربة قوية لاقتصاد كوريا الشمالية بسبب توقف المساعدات السوفيتية، وتجنباً للانهيار قررت الدولة تتحرك وتبلش بالشغل على التقيل، فتحولت الدولة من الانتاج البسيط للانتاج الواسع للهيروين لتدعم الاقتصاد الوطني وتتابع مسيرة التطوير والتحديث تحت قيادة الوالد المؤسس كيم جونغ إيل. وصارت زراعة الأفيون صناعة وطنية، ومشان الشفافية استخدموا المسؤولين عبارة زهرة الجرس الأبيض لإخفاء حقيقة مزارع الخشخاش، وكان أي شخص يبيع محصول بأكثر من مليون دولار أمريكي يصير اسمه بطل الجرس الأبيض وياخذ وسام بطل الإنتاج، ويمكن يطلع له شرشفين وكم بشكير شغل المؤسسة العسكرية. وبعام 1996 انتقلت الدولة لمستوى تاني من صناعة المخدرات، واللي هي صناعة الميثل كريستال بعدة مصانع كانت تابعة للدولة والحزب، ووصلت طاقة الإنتاج لحوالي 15 طن سنوياً من الميث النقي جداً والعالي الجودة والجاهز للتصدير، يعني شيء خام على أصوله، شيء أنظف من شغل عمك والتر وايت بمسلسل بريكنج باد. أما تصريف الإنتاج فكان يتم كالعادة من خلال المسؤولين والدبلوماسيين الكوريين الشماليين، وبالفعل تم اعتقال عشرات الدبلوماسيين والضباط العسكريين بعمليات تهريب المخدرات بالسبعينات. عندك بعام 2012 كشف منشق كوري شمالي إنه المخابرات أرسلت كمية كبيرة من المخدرات لسفارتها بإحدى دول أوروبا الشرقية وطلبت منها توزعها على باقي السفارات. لاحقاً وبعد ضغط من دول الجوار الصين وروسيا وكوريا الجنوبية أعلنت كوريا الشمالية التوقف عن صناعة المخدرات، لكن الحقيقة أنه الجماعة عملوا شراكات جديدة مع عصابات وتجار مخدرات دوليين لحتى يتولوا هن التوزيع في العالم من مبدأ أعطي الخباز خبزه. هالشيء أثر سلبياً على العائدات باعتبار الخباز كان طماع وأكل نص الخبز، وهيك ضعفت الصناعة وبقيت بشكل محدود لتأمين شوية دولارات لضمان رفاهية القائد الشاب، يعني لوحة من هون أحصنة من هنيك، مشروبات كحولية وسيجار فاخر من قريبه. أما بسوريا فالوضع ما كتير بيختلف، فيكن تقولوا كوبي بيست، بس جماعة كوريا سبقونا بشغلة، هن نوصلوا لجد المؤسس ونحن لساتنا بالوالد المؤسس. يلا شدوا حالكن الأيام جاي. الجيش السوري لما كان بلبنان كانت عم تتم عمليات زراعة المخدرات بالبقاع تحت رعاية ضباط من الجيش يلي كان أولهن رفعت الأسد، وانتقلت العملية بعدين لضباط تاني، وتحت إشراف نظام الأسد كان عم يتم نقل المخدرات عن طريق الأراضي السورية لدول الخليج ودول الجوار، يعني كنا بوقتها مجرد دولة عبور، وهذا الشيء كان يوفر عملة أجنبية مشان الصمود والتصدي. بعد انطلاق الثورة وسنوات الحرب الماضية الوضع تطور كتير، خصوصا مع دخول حزب الله عراب صناعة المخدرات والمشرف الحقيقي عليها حاليا بسوريا، وانتقل معظم تجار المخدرات اللبنانيين لسوريا. وما فينا ننسى شلون طلع نوح زعيتر أكبر تاجر مخدرات بالشرق الأوسط وهو عم يوجه التحية لبشار الأسد، وعلى رأسهم الرئيس القائد الدكتور بشار الأسد. بالمناسبة هالمطلوب دولياً للإنتربول بيقدر يتفتل بسوريا الأسد بكل حرية وأمان، ورغم أنه أفغانستان بتشكل حالياً أكبر مصدر الهيروين في العالم إلا أنه سوريا الأسد ما ممكن ترضى تكون بالمركز الثاني، وصارت أكبر مصدر لحبوب الكبتاجون عالمياً. وبجردة بسيطة بالأخبار خلال السنوات الماضية ممكن تشوفوا أخبار مفزعة لشحنات مخدرات عم يتم مصادرتها بدول العالم ودول الجوار عم تكون جاية من سوريا الأسد، وهي اللي بس عم يتم كشفها ومصادرتها، أما يلي عم توصل فالله أعلم. من أيام قليلة صادرت السعودية شحنة متة كان مخبى فيها 20 مليون حبة مخدر قادمة من سوريا، ما لقيتوا غير بعلب المتة؟ اخصى عليكم. بشهر نيسان الماضي أحبطت مصر محاولة تهريب 4 طن من مادة الحشيش كانوا مخبايين داخل علب حليب مغلقة بتحمل علامة شركة ميلكمان المملوكة للشيخ الجليل والعارف بالله الداعية رامي مخلوف. يلي بده يسيء لألي
فلا حول قوة إلا. وبكانون الأول وكمان بمصر تم إحباط محاولة تهريب نص طن من الحشيش كانت مخباية بسحارات تفاح قادمة من سوريا الأسد. أما اليونان فهنيك الضرب على التقيل. بشهر تموز من العام الماضي تم ضبط شحنة مخدرات، وقالت الحكومة اليونانية إن أكبر شحنة بيتم ضبطها في العالم، بلغت 33 مليون حبة كبتاغون، وكانت هالشحنة جاي من الموانئ السورية. وقبل هالحادثة بسنة خفر السواحل اليوناني ضبط سفينة على متن 6 طن حشيش و3 ملايين قرص مخدر، وهالسفينة بترفع العلم السوري. وآه يا نيالي، لك حتى مالطا يلي كان يوصل عليها عوالة جودة أبو خميس كمان ضبطت شحنة مخدرات وصفتها بأن الأكبر من نوعها بتاريخ البلاد. ضمت أكثر من 15 طن من القنب الهندي، وكمان كانت قادمة من سوريا ووجهتها ليبيا. بشباط الماضي تمكننا والحمد لله من كسر رقمنا العالمي السابق تبع اليونان وتفوقنا على حالنا. وقت أعلنت شرطة دبي إحباط أكبر عملية من نوعها لتهريب مخدر الكبتاغون في العالم، وزادت الكمية على 5 طن، أي يعني أكثر من 35 مليون حبة كبتاغون تم تهريبها من ميناء اللاذقية. لك بزمتي لازم ندخل موسوعة جينيس، شو ناقصنا يعني؟ والشي نفسه بالنسبة للأردن يلي أحبطت عشرات المحاولات لتهريب الحبوب المخدرة القادمة من سوريا، كان أكبرها في عام 2018 لما ضبطت 4 مليون حبة كانت مخفية داخل علب شوكولا. وتركيا كمان أعلنت أكثر من مرة ضبط كميات كبيرة من المخدرات القادمة من سوريا، وكان أكبرها عام 2015 بعد العثور على 11 مليون حبة كبتاغون. بعام 2016 أعلنت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن اختفاء كميات كبيرة من المواد الأساسية يلي ممكن تدخل بتصنيع المخدرات بسوريا، وطلبت توضيح من قبل السلطات السورية، إلا أنها لم تتلقى أي رد حتى الآن، وحتى بكرة وحتى بعد بكرة. هلأ للأمانة دولة المؤسسات الأسدية ما هان عليها وما وقفت عم تتفرج على يلي عم يصير، وأطلقت عام 2017 الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يلي دشنها اللواء رائد الخازم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالاشتراك مع المفتي الحسون. وكان أهم نتائجها والحمد لله أنه السنة الماضية حبسوا للسيد اللواء بتهمة الاتجار بالمخدرات. طب شو الحسون؟ سوريا الأسد اليوم هي دولة مافيا تعد واحدة من أكبر مراكز تصنيع وتجارة المخدرات في العالم، طبعاً بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي وقلب العروب النابض ووقوع على طريق الحرير مثل ما علمونا بكتب التاريخ. تجارة المخدرات اليوم وبحسب دراسات وتصريحات دولية هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للنظام، والمصدر الأساسي لتزويد آلة الحرب الأسدية بالسلاح لاستمرار القتل والتدمير. كل هاد وما حكينا عن ارتفاع نسب الإدمان بين السوريين في الداخل يلي وصلت للأسف لنسب عالية ما سبق وعرفها المجتمع السوري طوال تاريخ الدولة السورية. سوريا الأسد اليوم هي دولة مافيا ما اكتفى فيها النظام بتهجير وقتل الشعب السوري، بل هو وشركائه عم ينشروا هالوباء وين ما قدروا. وبعد ما كنا عم ننشر الأبجدية بدول العالم صرنا عم ننشر حبوب الكبتاغون والحشيش.